السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الدارسون، أيتها الدارسات، أهلا وسهلا بكم في اللقاء 11. كنا في اللقاءات السابقة قد عشنا مع النحو، مادة النحو، مع الأساسيات، مع الجملة الإسمية، مع الناسخ الأول، مع الناسخ الثاني. أما الناسخ الثالث فسندرسه إن شاء الله في النحو والصرف 2. اليوم في اللقاء 11 ستكون عندنا مقدمة في علم الصرف. ركز معي، نقرأ الأهداف. أتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على أن تذكر الفرق بين علم الصرف وعلم النحو. ما الفرق بين علم الصرف وعلم النحو؟ أن تميز بين ما يتناوله علم الصرف وما لا يتناوله. ما الكلمات التي يدرسها علم الصرف؟ وما الكلمات التي لا يدرسها ولا يتعرض لها علم الصرف؟ أن تذكر الميزان الصرفي، أن تسرد خصائص الميزان الصرفي، أن تكتسب مهارة وزن الكلمات سواء كانت الكلمات مجردة أم مزيدة، أن تحدد الأحرف الزائدة والأحرف المحذوفة من خلال الميزان الصرفي، الزائدة في الكلمة والمحذوفة من الكلمة. أولا، تعريف علم الصرف. ما هو علم الصرف؟ الصرف لغة هو التغيير والتحويل. التغيير والتحويل، انظر كيف نصرف الآيات، أي نغيرها ونحولها، وتصريف الرياح تغييرها وتحويلها من مكان لآخر. اصطلاحا، هو علم بأصول يعرف بها صيغ الكلمات العربية وما قد يطرأ عليها من إعلال أو إبدال أو زيادة أو نقص أو تغيير في بنية الكلمة. إذن علم الصرف يهتم بدراسة التغييرات في بنية الكلمة، زيادة في الحروف أو نقص في الحروف. إذن بنية الكلمة، ولا يهتم بدراسة أواخر الكلمة، لأن هذا من خصائص علم النحو الذي يدرس أواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. من الذي قام بوضع هذا العلم؟ هناك أقوال كثيرة، من أبرزها وأشهرها أنه معاذ بن المسلمين الحراء. أهمية علم الصرف، هل للصرف أهمية؟ أم أننا ندرس هكذا اعتباطا، يعني عبثا؟ لا، له أهمية كبرى، كبيرة جدا جدا. انظر بعض الأمثلة التي ذكرت لك. فلو قلت لك قل، أمرتك بكلمة قل، ماذا ستفهم؟ ستفهم مني أني أطلب منك الحديث. فعله الماضي قال، فعله المضارع يقول. لو أمرتك بقول قل بكسر القاف، لفهمت مني أني آمرك بأن تنام، القيلولة التي قبل صلاة الظهر. فعله إذن قال، الماضي قال، ومضارعه يقيل. إذن يدرس التغييرات في بنية الكلمة، وبنية الكلمة التغييرات التي تطرأ عليها يتغير معناها. لذلك يحتاج علم الصرف كل كاتب، يحتاجه كل كاتب وكل مفسر وكل أديب وكل شاعر وكل متحدث وكل خطيب، يحتاجه من أجل أن يضبط نطق الكلمة نطقا سليما. الفرق بينه وبين علم النحو، علم النحو كما ذكرنا وتعرف يدرس التغييرات التي تطرأ على أواخر الكلمة. تقول ها قرأ جاء محمد، رأيت محمدا سلمت على محمد، حضر الطالب رأيت الطالبة سلمت على الطالب، تغييرات. هذا مهمة علم النحو. لكن وأيضا كذلك الكلمات التي تكون مبنية مثل هؤلاء وحيث وقبل وأنت، وهذا كله يدرس علم النحو. لكن علم الصرف، لكن علم الصرف يدرس التغييرات التي تطرا على بنية الكلمة. تقول قال، يسألك علم الصرف هذه الألف من أين جاءت؟ تقول له أصلها واو بدليل الفعل المضارع يقول. علم النحو يقول لك قال فعل ماضي، يقول فعل مضارع انتهى، يهمه الحركة الأخيرة. الفعل الماضي مبني على الفتح، يقول فعل مضارع مرفوع على مثل الضمة الظاهرة على آخره، يهمه الحركة. علم النحو، لكن علم الصرف يسألك. عندما تقول لك قل، يسألك علم الصرف، قل أين ذهبت الألف؟ أين ذهبت الواو؟ قل أصلها قول،
التقى الواو ساكنة مع اللام التي فعل أمر مبني على السكون، إذا التقى ساكنة حذفنا حرف العلة الواو فصار الفعل قل. وهكذا يتضح لك أن علم الصرف له مهمة وعلم النحو له مهمة أخرى، وأنهما لا يتعارضان ولا يتضادان. ما الكلمات التي يدرسها علم الصرف؟ هل علم الصرف يدرس كل الكلمات العربية؟ هو موضوع الكلمات العربية، لكن هل يدرسها يدرس كل الكلمات؟ اقرأ. علم الصرف لا يدرس الحروف، لماذا؟ لأنها مبنية، هذا من خواص علم النحو. علم الصرف لا يدرس الأسماء العجمية، إذن علم الصرف لا يدرس الحروف لأنها مبنية، وكذلك لا يدرس كل كلمة مبنية من الأسماء ولا الأفعال الكامدة. علم الصرف لا يدرس الأسماء العجمية التي ليست عربية مثل إبراهيم وإسماعيل لا أخي ذلك. علم الصرف لا يدرس الأفعال الجامدة مثل عسى نعمة بئس، تقول عسى، تسأل علم الصرف تقول له يا علم الصرف عسى الألف هذه من أين جاء، يقول لك علم الصرف لا دخل لي. تقول له لماذا لا دخل لك؟ لماذا أنت تدرس حرف العلة الألف الواو التي أصلها واو والياء والذاء، درس حرف العلة حروف العلة من إعلال وإبدال وغير. يقول لك لأنه فعل جامد أنا لا دخل لي به، دخل لي به. تقول له طيب أنتما من أين جاءت الألف؟ يقول لك لا دخل لي به. إيانا من أين؟ يقول لأنها أسماء مبنية، أسماء مبنية. إذن علم الصرف يبحث في الأسماء العربية المعربة لا المبنية، الأسماء العربية لا الأعجمية، الأسماء المعربة لا المبنية، الأفعال المتصرفة لا الجامدة، ولا يدرس الحروف لأنها مبنية. تدريب تأمله اقرأه جيدا. واضع علم الصرف هو إمام اللغة السيبويه، وانظر إلى آخره. طيب ننتقل إلى الميزان الصرفي. لكل قوم ميزان، تجد البقالة معه ميزان، تجد صاحب الذهب معه ميزان، تجد مهندس السيارات معه ميزان، لكل قوم ميزان، واللغة العربية لها ميزان. الميزان الصرفي مقياس وضعه العرب لمعرفة أحوال بنية الكلمة من زيادة أو نقصان، وهو من أحسن ما عرف من مقاييس في ضبط اللغة، ويسمى في الكتب القديمة بالوزن. فمما يتكون هذا الميزان؟ علماؤنا العرب فكروا فكروا ثم فكروا ففكروا، ما الكلمة التي يأخذونها ويزنون بها الكلمات؟ فوقع اختيارهم على كلمة فعل، الفاء والعين واللام. طيب لماذا يا علماء لماذا لا تختاروا كلمة مثلا كتب؟ لماذا لا تختاروا كلمة عمل؟ لماذا لا تقالوا نختار كلمة فعل؟ ما هي فلسفتكم؟ ما هي وجهة نظركم حول هذا؟ قالوا لأن الفاء إذا جئنا نتأمل في مخارج الحروف من جهاز الصوت، وهذا يدرس علم التجويد، نجد أن أهمها ثلاثة مناطق: الشفتان مثلها الفاء، الحلق مثلها العين، اللسان ما حوله مثلها اللام فعلا. طيب وإذا كانت الكلمة المجردة من أربعة أحرف؟ قالوا زدنا حرفا والزيادة تكون من جنس المزيد، فقلنا فعلنا مثل دحرك. وإذا كانت الكلمة مكونة من خمسة أحرف، وهذا لا يكون في الأسماء كما سنعرف، قالوا نزيد الأمام ثانية فنقول فعلل، أيضا فيكون فعلل فعلل. طيب ما هي خصائص الميزان الصرفي؟ الميزان الصرفي له خصائص. ميزاننا الصرفي يا أيها الدارس يا أيتها الدارسة له خصائص. أول خصيصة يقبل التشكيل بحركات الكلمات الموزونة. مطواع، تقول كتب، ما وزن كتب؟ فعل. ولذلك تجد في بعض الكلمات الآن ستذكر أنه يقول لك فاء الكلمة كذا، عين الكلمة كذا، لام الكلمة كذا، هم يقصدون الميزان الصرفي. كتب فاء الكلمة الفاء، لاحظ معي تحت، عين الكلمة التاء، لام الكلمة الباء، إذا كتب فعل، ثلاث حركات. حاسب فاء الكلمة الحاء، مفتوح، الميزان مفتوح. عين الكلمة السين مكسور، إذا في الميزان مكسور. باء مفتوح، فاعل. رمح، رمح، فاء الكلمة مضموم، الراء ضممناه في الميزان. عين الكلمة ساكن سكناه في الميزان. فعل، كتب، فاء الكلمة مضموم ضممناه في الميزان. عين الكلمة مضموم ضممناه في الميزان. اللام مضمومة، كتب، فعل، وهكذا. يقبل الزيادة
فيه من هذه الخصيه الثانيه من جنس الحرف الذي زيد في الكلمه الموزونه. سبحان الله، سواء كانت الزياده حرف تضعيف وهو تشديد الحرف الاصلي تشديد، مثل جرب اصله جرب نقول فعل، ام كانت من حروف الزياده التي مجموعها مجموع حروف 10، حروف الزياده كم مجموعها؟ 10، جمعها بعضهم بقوله سالتمونيها. طبعا لو دللتك على مرجع من المراجع، عدت مثلا الى تاج العروس، معجم، هذا معجم كبير للمرتضى الزبيدي، تاج العروس شرح جواهر القاموس لمجد الدين فيروز ابادي. القاموس 4 مجلدات، هذا شرحه فيما يقارب 16 مجلدا. عندما تكتب سألتمونيها مثلا عندك الآن، والبحث سهل في الإلكترونات في حالب هذا الرقمي، يطلع لك نتائج. سيأتي لك كيف تفنن العلماء في وزن هذه الكلمات، وبعضهم قال سألتمونيها، وبعض نظم فيها أشعار، فقال سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب هناء وتسليم. تجد كل هناء وتسليم هي حروف سألتمونيها. سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تكذب هناء وتسليم، وتجد فيه كلاما كثيرا حول ذلك. على كل حال، أما كلمة شدة، شدة لا تدري نفعها، لماذا؟ لأن أصلها شددة، لكن أضغمت الدال مع الدال فنقول إذا فعل في الميزان، ولم نقول فعل، فشدة أصلها فعل. أمثلة للوزن، لاحظ معي كلمة قاتل، كاتب، جاهد، زدنا الألف فزدناها في الميزان قلنا فاعل، أصله قتل فعل، كتب فعل، انكسر زاد في حرفين، أصل الكلمة كسر فعل، زدناها في الميزان في نفسه في الزيادة في بدل الكلمة صارت الزيادة في أول الميزان، انفعل. طيب افتتح أصلها فتح، فاء الكلمة الفاء، عين الكلمة التاء، لام الكلمة الحاء، فتح على وزن فعل. طيب زدنا فيه الألف والتاء فتاء الافتتاح فقلنا افتتح، قلنا إذن في الميزان افتعل. استغفر، أصل الكلمة غفر، زدنا الألف والسين والتاء أول الكلمة زدناها في أول الميزان فقلنا استفعل، وهكذا. إذا حصل في الكلمة حذف حذف من الميزان ما يقابله حيث ما كان، حذف أول الكلمة حذفناه في أول الكلمة، حذف وسط الكلمة حذفناه في آخر الكلمة، وسط الكلمة من الميزان، حذف في آخر الكلمة حذفناها في آخر الميزان. فمثلا كلمة قل أصلها قال، فاء الكلمة القاف، عين الكلمة الألف، لام الكلمة اللام، فأصل قال فعل. طيب لما قلنا قل ما الذي حذف؟ حذفت عين الكلمة التي هي الألف، فإذا أزلها على كلمة فل، فل. طيب وهكذا تجد في أي كلمة، مثلا لو قلت كذا يتبع معنا، فلاحظ الجدول هذا البسيط، الكلمة بع أصلها باع يبيع، بع فل، وصف يصف صف عل، حذفنا فاء الكلمة. أدعو، أدعو أصل الكلمة دعا، يدعو دعوة، فاء الكلمة الدال، عين الكلمة العين، لام الكلمة الواو. فلما قلنا أدعو حذفنا الواو للبناء، فعل أمر مبني على حذف الواو، فقلنا أفعو حذفنا من الميزان، زدنا الألف الوصل زدناها في الميزان، سعى افعى، قي على وزن ماذا؟ أي على وزن ماذا؟ أي، لاحظ، فإذا حذفنا من الميزان. أصلها وقع، فاء الكلمة الواو، عين الكلمة القاف، لام الكلمة الألف، حذفنا الألف للأمر مبني على حذف حرف إلا الألف، وقاقي، وفصارت الكلمة، وهكذا تجد معك في بقية الجدول. التمرين اقرأه جيدا وأجب عنه. التدريب الثالث أيضا كذلك، أعطيتك مجموعة كلمات تتدرب على وزنها وتختار الكلمة المناسبة الصحيحة. بعد ذلك ننتقل إلى الكلمة المجردة والمزيدة. تنقسم الكلمة عند علماء الصرف إلى قسمين، إما أن تكون الكلمة مجردة، وإما أن تكون الكلمة مزيدة. إما أن تكون ماذا؟ مجردة، وإما أن تكون مزيدة. فما هو المجرد وما هو المزيد؟ وكم قسما للمجرد وكم قسما للمزيد؟ هذا ما ستعرفه تابع. تعريف المجرد هو ما كانت جميع حروفه أصلية، أصلية يعني أصليها، لو حذفت حرف تغير معنى الكلمة، مثل علم، لو حذفت العين، لو حذفت اللام تقول اللام هو من حروف الزيادة سألتمونيها، حذفت اللام سيقول لك تغير المعنى تماما، حرف أصلي، سيصير الكلمة عامة.
إذن خلاص قرأ حرف مجرد، لو حذفت الهمزة تقوم الحروف الزيادة سيصل قرأ، تغير المعنى. وهكذا أقسام المجرد، ينقسم المجرد إلى مجرد ثلاثي، والكلمة الثلاثية هي أكثر الكلمات استعمالا في اللغة العربية، وأقل كلمة تتكون من الأفعال مكونة من ثلاثة أحرف، ومن الأسماء مكونة من ثلاثة أحرف، ومن الأفعال أكثر أطول كلمة ستة أحرف، ومن الأسماء سبعة أحرف. طيب المجرد الثلاثي مثل ذهب، حافظ، وجد، قال، قضى، وعى، عوى، كلها هذه أفعال مجردة. ذهب، فعل، حافظ، فعل، وجد، وهكذا. مجرد رباعي وسوسة، وسوسة، زلزل، تحرج، ترجمة، فعل، كلها على وزن فعل. ولا يوجد من الأفعال المجرد خماسي، الكلمات الخماسية فقط في الأسماء وهي قليلة جدا، مثل سفرجر فعلان، أو جح فرز دق هو اسم الشاعر فعلان، جح مريش اسمه للمرأة الشمطاء التي خالط شعرها شيء من البياض. نأتي إلى المزيد وأقسامه. إلى كم ينقسم المزيد؟ ينقسم المزيد إلى أقسام. لاحظ معي، أولا قبل أن نعرف الأقسام نقول ما هو المزيد؟ ما تعريف المزيد؟ المزيد ما زيد على الحرف الأصلي من حروف الزيادة أو التضعيف حرف أو أكثر، مثل علم مزيد بالتضعيف، أصل علم، ضعفنا الحرف الأوسط علم، فالوزن يكون فعل. تعلم مزيد فيه حرفين، تاء حرف زائدة واللام مضاعفة فتقول تفعل. استعلم مزيد فيه ثلاث حروف، الألف والسين والتاء، فنقول في الزيادة استعلم. كيف تفرق بين المجرد والمزيد؟ تفرق، يعني تستطيع التفريق من خلال الآتي. أولا عندما نأتي بحرف التضعيف تبعده لا يتغير المعنى، لكن إذا كان مزيدا تأتي عند اشتمال الكلمة على حرف أو أكثر زائد، عندما تحذف حرفا من حروف الزيادة لا يتغير المعنى، لا يتغير المعنى. فلو حذفت مثلا كلمة السين، الألف والسين والتاء من كلمة استغفار تبقى الكلمة غفرة، لا يتغير المعنى. وهكذا نأتي إلى أقسام المزيد. المزيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. مزيد بحرف، مثل مزيد بحرف مثل علم، أو مزيد بحرفين مثل تعلم، أو مزيد بثلاثة أحرف مثل استعلم، فأصل الكلمة علم. مزيد رباعي لأنه مجرد، معناه مجرد رباعي، يزيد بحرف مثل تدحرج، أو بحرفين يتدحرج، أو تدهور، أو يتدهور، وهكذا. نأتي للتدريبات، اقرأها جيدا وأجب عنها. نشاط، معك نشاط، قم الآن برسم شكل توضيحي فيه للمجرد والمزيد وأقسامهما مع التمثيل. اعمل رسم، رسوم، هذا نشاطك أنت، قم به، ستجد يعني وسائل كثيرة لمساعدتك على حله. ثانيا وضح أحرف الزيادة في الكلمات الآتية، ما هي الحروف الزائدة في الكلمات الآتية؟ استنام، انتصر، استغفر، حرف، تقاضى، استوفى، استكان. تعمل هكذا جدول عندك في ورقة في صفحة وتقول الكلمة الحروف الزائدة فيها، تمام. مثلا استنامة جردها من الحروف الزيادة، الألف والسين والتاء يصير نامة. انتصر جردها من الحروف الزيادة يصير نصرة، الألف والتاء، إذن وهكذا. ثالثا اجعل الأفعال الآتية مزيدة بحرفين، فرحة زيده من عندك أنت، طوى، بعد، سمع، قل، صال، غزا، قاد، اجعل كل فعل مزيدا بحرفين، تدرب انشط. نأتي الخلاصة، خلاصة اللقاء الحادي عشر، بين يديك خلاصة مختصرة لأهم ما درسته في هذا اللقاء. عرفنا علم الصرف بأنه علم يهتم بدراسة التغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة من إعلال وإبدال وزيادة في حروفها أو نقصان في حروفها إلى آخره. نبهنا طبعا الإعلال والإبدال هو باب من أبواب الصرف، سندرسه إن شاء الله مستقبلا. الزيادة عرفناها اليوم، النقصان عرفناها اليوم، تمام. الإعلال والإبدال سندرسه إن شاء الله مستقبلا في النحو والصرف ثلاثة إن شاء الله، إن من الله علينا بالحياة والعافية. نبهنا أن علم الصرف يدرس فقط الأسماء المعربة لا المبنية، والعربية لا العجمية، ويدرس الأفعال فقط المتصرفة، ومع ذلك لا يدرس علم الصرف. وضحنا أهمية علم الصرف وأن له أهمية بحق يحتاجها كل متحدث وكاتب. تطرقنا إلى ذكر الفرق بين علمي الصرف والنحو، علمي النحو، علم الصرف.
تناولنا الميزان الصرفي وسردنا أهم خصائصه. ذكرنا أن الفعل من حيث بنية حروف نوعان، مجرد ومزيد، وشرحنا أقسام كل من المجرد والمزيد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن نكون قد استوعبنا هذا الدرس استيعابا كاملا وافيا. أراكم في اللقاء الثاني عشر، وهو آخر لقاء من هذه المادة نحو الصرف ثناء واحد نحو الصرف واحد. أراكم على خير وعافية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.